بيوصل اقصر ليل واطول نهار، مش كده؟ اقصر ليل واطول نهار دي بتيجي في ايه؟ شهر 6. وبعدين يبتدي اليوم يقل لغايه ما يوصل لاقصر نهار واطول ليل اللي هو بيجي في ديسمبر، ويبتدي اليوم يزيد من تاني عشان يطلع لغايه الصيف والاخر. فدي الدوره. فقالوا ان بدايه النور او النهار انه يبتدي يزيد من تاني يبقى ده نسميه ميلاد النور، يبقى ده ايه؟ عيد الميلاد. طيب مين الفرق بينه وبين المسيح 6 شهور؟ نحن المعمدان. فده نحسب 6 شهور نيجي في اطول نهار وايه؟ واقصر ليل. يبتدي النهار يقل والليل ايه؟ يزيد. ينبغي ان هذا يزيد وان انا ايه؟ انقص. فهمتوا؟ كانت لطيفه يعني، فحسيت محدش يعرف يوم ميلاده. عارفين انه كان في شتاء؟ معروف انه كان في شتاء ميلاد المسيح، ولكن محدش عارف اليوم بالظبط لان هم حسبوا. انتوا عارفين احنا في سنه كام دلوقتي؟ احنا في سنه 2022. المسيح اتولد سنه كام؟ 5 أو 4 قبل الميلاد. يعني هو اتولد هم حسبوها غلط، بس لما على ما عرفوا يصلحوها تاريخيا يعني لقوا ان خلاص العالم كله مشي على الطقوس الجديد، قالوا خلاص بقى مش هتفرق 4 5 سنين. فهو المسيح مولود سنه 4 أو 5 قبل الميلاد. احنا حقيقه دلوقتي في سنه 2027 بس او 26. ده كلام جديد عليكم؟ اول مره نسمعه. لا اول مره. أنا جاوبت السؤال.